بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، إذا سمعت جوالك يرن فهناك من يريد التواصل معك، وإذا سمعت نغمة جوالك برسالة لشخص تحبه فإنك أخي أخيتي تبادر بالرد عليه مباشرة وتقطع كل مهامك من أجله. فكيف أخي أخيتي إذا سمعت الأذان؟ فإن ربك الذي خلق من تحبهم يريد أن تتواصل معه. الله أكبر، الله أكبر. فيا رب علق قلوبنا بك. أسأل الله أن يرفع قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه أنزل عليك من الرحمات عشرا.